لما الدكتوره جان بتاعتكم دي كانت متجوزه مين؟ اتجوزت ايهاب ودي. عارفه ده اللي كان متجوز لالا مراد في قلب دليل. معقوله بابا ما تعرفش ايهاب ودي المايسترو الكبير بتاع الاوبرا؟ ليه؟ المايسترو. مايسترو ده الراجل اللي بيقعد يعمل كده الخشب كده. ايوه ده ليه مقطوعات معروفه جدا، ده عالمي زي رمزي ياسا كده. اللي زي دي لازم تتجوز فنان، ربنا يوفقها معاه. يوفق مين يا بابا؟ ايهاب ودي مات من 10 سنين. خير ما فعل. عارف اتجوزت مين بعده؟ هي اتجوزت التاني بعديه. اتجوزت حاتم جمعه. لو كمان تقولي ما تعرفش حاتم جمعه. ده عارف بتاع الكوره. بابا حاتم جمعه ده اكبر شاعر في الوطن العربي. اللي زي دي فعلا لازم تتجوز شاعر. هي كمان نفسها شبه النشيد كده. كتبت فيه قصيده شعر يا بابا لو سمعتها جسمك هيقشعر. متجوزه شاعر عشان تكتب عنه شعر؟ لا ده رثاء، رثيته بقصيده بعد ما مات. حزين عليه يعني. ألا هو مات راخر. نازي قلبها جامد قوي. حد يموت يسيب واحده زي دي؟ عارف يا بابا؟ دكتور جيهان النهارده كاتبه مقال في الاهرام مكسر الدنيا. الدكتوره جيهان دي ملهاش غير في الشعراء والفنانين، مش غاويه رجال اعمال؟ بتشاور عقلك ولا ايه يا مرجان؟ انت عارف طبعا انا بحبك وبغير عليك قد ايه، بس بصراحه الوحيده اللي اتمنيت ان انت تتجوزها وتيجي تقعد معانا هنا هي دكتور جيهان. طب انتوا مش محتاجين دروس خصوصيه دكتوره جيهان تيجي تديها لكم في البيت؟ انا بلاش يا بابا خالص الموضوع ده، دكتوره جيهان لما بتسمع الكلمه دي بتقلب الدنيا. خلاص بلاش انتوا تدينا انا دروس خصوصيه. النهارده هنعمل تجربه ديمقراطيه صغيره قوي، انا عايزاكم تقولوا رايكم فيا بمنتهى الصراحه وتاكدوا ان انا هقبل ارائكم دي كلها. سوري يا دكتور ما زعيش من اللي هقوله، يعني انا شايف ان حضرتك انسانه عصبيه جدا وساعات بتفقدي اعصابك ما بتعرفيش انت بتقولي ايه. يا دكتوره جيهان انت انسانه متعصبه لرايك، بتعملي نفسك فري ومتحرره انما جواكي افكار رجعيه. ملابسك يا دكتوره ملابس فاضحه لا تليق باستاذه جامعيه، وبعدين انا مطالب ان انا اغض بصري وفي نفس الوقت اركز مع حضرتك. طب اعمل ايه؟ افتح عين واغمض عين؟ تقدري تقولي لي ازاي ممكن تكوني قدوه للطالبات وانت نفسك متبرجه؟ كرهي يا اخ محمود الكلام اللي انت بتقوله ده عيب وما يصحش، ده انت كده بتهين الدكتوره وبتهيننا كلنا. لو سمحت يا اخت، اولا انا ما بتكلمش معاكي، ثانيا الدكتوره فتحت باب المناقشه وانا من حقي ان انا اقول رايي يا اخوانا. دي قله ادب مش مناقشه. بقول لك ايه يا اخ نادر يا مشخصاتي، خليك انت اخويا في فريق التمثيل والمسرح بتوعك، ربنا يغفر لك. الفن مش حرام، الفن شيء عظيم. يا اخ محمود خليك موضوعي شويه، الدكتوره بتقول نتناقش مش نتخانق، وبعدين ايه اللي دخل الحلال والحرام دلوقتي؟ ولا ايه يا جماعه؟ بس كده ما ينفعش، احنا قلنا نتناقش نسمع بعض. ما هو يعني سيبك من الكلام ده والهرتاله دي، ما فاضي ما فاضي، انت فله قشطه. الله يخرب بيت الديمقراطيه على اليوم اللي كانت فيه الديمقراطيه. الجرايد كاتبه لي انا شيخ منصر وحرامي. يا حسن انا شيخ منصر وحرامي؟ لا حاشا لله يا باشا، بلد مش عايزه اللي ينجح فيها، وبعدين هم عندهم اثباتات بالكلام ده، ارفع عليهم قضيه. ما المساله مش محتاجه شوشره يا باشا. شيل شيل خد. تعالى يا اولاد تعالى اقعدوا. ايه مالكم وشكم مقلوب كده ليه؟ هو الدكتور ايه قال لي ادب عليك تاني ولا ايه؟ لا يا بابا. في بابا الكلام اللي مكتوب هنا ده مظبوط؟ ايه ده؟ ده جورنال صوت الجامعه بيطلع عندنا في الكليه. مين اللي كتب الكلام الفارغ ده؟ دكتوره جيهان. ايه حكايه الدكتوره جيهان اللي انتوا قلبين دماغي بيها دي؟ وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتوره جيهان دي بتشتغل ايه بالظبط؟ شغال مدرسه ولا بتلعب تنس ولا بتتجوز ولا صحفيه؟ اسمعوا يا اولاد، ابوك زي الفل، انا صاغ سليم، انا احط صباعي فين اتخن تخين ولا يهمني اي حاجه. يلا اسكنوا انتوا على البيت وتغدوا، انا لسه قاعد هنا شويه. يلا. صوت الجامعة ناقص، انا صوت الجامعة كمان. ما اي واحد قاعد فاضي ما وراهوش حاجة معاه ورقة وقلم يقعد يقطع فيا. يا حسن انا بقول يا باشا احنا نلم الموضوع احسن، يعني الناس دول لو جم وشربوا الشاي بالياسمين بتاع سعادتك هنخلص. بعدين انا مش فاهم سعادتك قال لنفسك ليه، ما دام مظبط كويس فوق يبقى خلاص. بس اللي فوق مش مضمونين يا حسن، البلد ده عشان تعيش فيها لازم تظبط نفسك من فوق وتظبط نفسك من تحت، عشان لو اللي فوق سابوك اللي تحت يلقفوك، ولو اللي تحت سابوك اللي فوق يحموك. انا هرشح نفسي في مجلس الشعب من اجل الشباب، من اجل الاجيال الجديده،
برشح نفسي اني اكون صوتكم، صوت الشباب اللي اخرسوه وكمموه. من حق كل شاب يعرف هيعمل ايه بكره، من حق كل شاب يبقى عنده طموح مهما كان طموحه كبير. من حقك تحلم انك تبقى وزير، رئيس وزراء، رئيس جمهوريه. مش بس تحلم، لا ده انت تشتغل وتخطط على كده كمان. أيتها الجماهير العريضة، أيتها الجماهير العريضة، لقد رشحت نفسي من أجلكم أنتم أيها الجماهير العريضة. لماذا جئت؟ إنني أرى جحافل أمامي. لماذا جاءت هذه الجحافل؟ لقد جاءت من أجل مصر وليس من أجل مرجان. وإننا أعاهدكم من الآن أن لكل فرد سوف يكون له فيلا، فيلا في الساحل الشمالي، فيلا من دورين، أربع أوض وصالة فوق وحمامين، وتحت في أوضة للدادة، وأمام الفيلا في حمام سباحة. من حقكم إن كل مواطن حمام سباحة قدام الفيلا، غير الجنينة اللي فيها الموز والبرتقال واليوسفندي. اليوسفندي مهم للشعب المصري، في جنينة ورا عايزين تزرعوا فيها كنتالوب، وماله؟ من حقكم إنكم تاكلوا كنتالوب؟ أيها طارق حافل العظيمة، أرجوكم لا داعي لهتافات، ودعونا نعمل في صمت من أجل مصر، من أجل مصر. يا حسن، فين الدايرة وفين الناس؟ العمال والموظفين بتوعنا ما جوش ليه؟ ده أصل أنا واحد مقطوع من شجرة. والله يا فندم بلغنا الكل، بس كلهم للأسف في السرادق التاني. سرادق مين؟ في حد مات؟ لا سعادتك، ده سرادق دكتورة جيهان مراد اللي نازلة في الانتخابات قصاد سعادتك. جيهان مراد؟ بقى الناس بتوعنا راحوا لجيهان مراد ومحدش عبرنا أنا؟ خصم شهر لكل واحد. هتفرج إن شاء الله يا باشا. طب كلم الواد عدي يا ابني، هو قايل لي أنا هجيب صحابه بتوع الجامعة وييجوا، شوفوا ما جاش ليه. الأستاذ عدي مش هيجي يا فندم. مش هيجي ليه؟ ده مأكد عليها الصبح. أصل هو والأنسة علياء في السرادق التاني. فين؟ في السرادق التاني سعادتك. بتاع جيهان مراد؟ أيوه. ولادي والعمال والموظفين بتوعي عند جيهان مراد؟ أيوه سعادتك. على فين؟ أنا رايح عند جيهان مراد. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة جيهان. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة جيهان. ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة جيهان. بابا ولا مرجان ولا تردان، انتخبوا الدكتورة جيهان. بابا هو ده اللي انت بتعلمه لهم؟ يشتم أبوهم في وسط الناس؟ هو ده الجيل الجديد اللي عايزين تطلعوه؟ ده انا قعدت 50 سنه اشرب سجاير في الحمام عشان ابويا ما يشوفنيش، يجي اليوم انا اشوف ولادي يهزقوني في وسط الناس يا بتاعه الحضاره. بابا اخرصي يا بنت خالص، اخرصي. انت مش لسه واخده مني 1000 جنيه الصبح؟ ماشي. وانت يا خوداي، ده انت مغير 3 عربيات في سنتين، دي اخرتها برضه. بس ما نروح البيت، ليلك سودا النهارده. يلا يا استاذ مرجان. ايوه لو سمحت تتكلم معاهم بطريقه كويسه. انت هتعلميني ازاي اكلم ولادي يا دكتوره؟ اولادك مش اطفال، من حقهم يعبروا عن رايهم حتى لو كان متعارض مع رايك. يا سلام يا سلام، ونبقى خليك انت في حالك، انا هفوق لك بعدين. يلا انت وهي، يلا. انت مش عندنا في الشركه؟ ايوه. ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك هنا؟ يلا قدامي، يلا يلا انت وهي. ايه ده؟ ده الصوم بتاعي والفراشه بتاعتي، انتوا عاملين الحفله دي على حسابي كمان؟ ولا مرجان ولا ترتان، انتخبوا الدكتوره شهاب. طمني يا دكتور، ان شاء الله ناجحه اكيد. لا انا التاخير بتاعهم ده موترني جدا. ده الاستاذ عدي ولا لسه عليها هنا؟ انا ما بكلمهمش، انا مقاطعهم من ساعه ما سابوني في الانتخابات، ما سلمش عليهم. انت بتبص لهم كده ليه؟ انت ناس انهم ولادي، ما تحترم نفسك. مش قوي كده. نتيجه الانتخابات فوز مرجان احمد مرجان بمقعد الدايره، وحصد 22600 صوت. ازاي؟ ده تزوير، الانتخابات دي مزوره. شوف الواد يا ابن الكلب بيقول ايه. احنا جامدين قوي. انتوا عاملين عزل ايه؟ هي امكم ماتت تاني؟ لا ده عشان دكتور جيهان ماتت؟
ما انت عارف انها سقطت في الانتخابات. اه يعني انتوا زعلانين علشان الدكتورة جيهان سقطت في الانتخابات، ومش فرحانين عشان ابوكوا بقى نائب في مجلس الشعب. وبعدين انا عايز اعرف بقى الدكتورة جيهان دي عامله لكم ايه؟ مكرهاكوا فيها ليه؟ لا بابا لو سمحت الموضوع مختلف، احنا عمرنا ما كرهناك. والله العظيم يا بابا احنا بنحبك قوي، القضية مش في الحب خالص. امال القضية ايه يا ست علياء؟ القضية بابا يعني ان احنا عاوزين نبقى، بص يا بابا بصراحة احنا عايزين نبقى فخورين بيك. وانتوا مستعرين مني ولا ايه؟ لا يا بابا ازاي، العفو، حضرتك رجل اعمال ناجح ومحدش يقدر ينكر ده. طيب بس يعني في حبة كلام كده يخصوا ثروتك مشوه صورتك شوية. طيب نوم نصدق الكلام ده ولا نكذبه؟ بابا حضرتك نائب في مجلس الشعب وده شيء جميل. طيب بس في كلام بيتقال ان الانتخابات دي مزوره. طيب ما هو الشجره المتزهزها الناس بتزقلها بالطوب. تقصد حضرتك الشجره المثمره يقذفها الناس بالحجاره. ايوه. بص يا بابا هقول لحضرتك على حاجه بصراحه، يعني من غير ما تزعل مني، طريقتك في الكلام مع الناس سوقيه شويه، واحنا الناس بتتريق علينا وبنسمع ده بودنا. احنا عايزين نبقى فخورين ببابانا اللي عنده رؤيه وعنده بصيره وعنده ثقافه. يعني هقول لحضرتك على حاجه، دكتور جيهان مثلا. ما يخرب بيت الدكتوره جيهان على اليوم اللي شفنا فيه الدكتوره جيهان. هنشتري 20 زي الدكتوره جيهان دي بفلوس؟ لا يا بابا لو سمحت، لحد هنا الحوار خلص عن اذنك. تعالى هنا لحد فين؟ انا لسه ما خلصتش كلامي، ولما اتكلم تقف تسمعوني للاخر. حاضر اتفضل يا بابا. خلاص لحد هنا الحوار خلص.